شكرا للزميلة فاطمة من قاعة الشعب، حيث تقام بطولة العراق لفئتي الشباب والناشئين بالتايكواندو. ونبدأ رحلتنا مع الصحافة العربية والعالمية والعربية أيضا في برنامج الصحافة، لكن بعد الفاصل. من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامج الصحافه ورحله مع ابرز العناوين محليا وعربيا وعالميا. والبدايه ستكون مع صحيفه الزوراء التي عنونت في صفحتها الرياضيه الخبر: القوى التقليديه تتساقط امام اندفاع الروح الشبابيه، الكاف تنتصر والزاي تندحر، وكأس العراق تختار بطلا جديدا. وفي عنوان اخر: الشريعة لاعبو منتخب الصالات قدموا مستويات فاقت التوقعات في بطولة العرب، والبطل يتعثر أمام الديوانية، والجوية يحسم وصافة الدوري لصالحه، ورئيس اتحاد غرب آسيا يبارك فوز المنتخب النسوي لكرة الصالات ببطولته الثالثة، وإدارة نادي الشرطة تعزز صفوف فريق السلة بمحترف أمريكي وآخر كندي. وشامل كامل يقول: الاتحاد الخليجي اليوم يحسم استضافة البصرة لخليجي 25. ننتقل الآن إلى صحيفة الصباح لنتابع أبرز العناوين الرياضية اليوم وليس غدا. البصرة تنتظر الضوء الأخضر لضيافة الأشقاء في خليجي 25، وصدر القرار طبعا باحتضان البصرة لبطولة خليجي 25. نبارك للجماهير الرياضية هذا الاستضافة، هذه البطولة المهمة التي صارع العراق من أجل استضافتها. ونكمل عناوين صحيفة الصباح، حيث قال رئيس اتحاد غرب آسيا أنه يبارك تتويج منتخبنا النسوي للصالات، إضافة إلى أن مدرب منتخب شباب عماد محمد قال أنه لا توجد تغييرات جوهرية ونسعى للاستقرار الفني في المنتخب. وأيضا التعادلات تمنح الجوية الوصافة وتدفع بالديوانية وبغداد للهبوط. وفي الصباح أيضا نتابع أبرز العناوين: وضع ملف استمراره مع الفريق على طاولة الإدارة، أسعد عبد الرزاق تجربة فرسان الجنوب لم تبلغ سقف الطموح. وفي خبر آخر وعنوان آخر: غدا نفط ميسان يواجه زاخو في دور الكرة، وتحديد موعد انطلاق دور السلة الممتاز، مدرب الكرخ يشيد بلاعبيه بعد بلوغ نهائي الكأس، ومستويات الصلاحية في الأولمبية. وفي الصباح أيضا نتابع أبرز العناوين: سيرينا ويليامز لا تفكر بالاعتزال، والإسباني خيسيه ينضم إلى أنقرة التركي. وفي خبر آخر: برشلونة يرفع قيمة عرضه لضم ليفاندوفسكي، ويستبورك يمدد تعاقده مع ليكرز، ولوكاكو يعود إلى إنتر معارا. ننتقل الآن إلى صحيفة الدستور لمتابعة أبرز العناوين التي نشرت في صفحتها الرياضية: وطني الصالات وصيفا بكأس العرب. وفي بقية العناوين: الكهرباء والكرخ يصلان نهائي الكأس، ومنتخب الناشئين يودع بطولة غرب آسيا، وإشادة واسعة بنتائج وطني الصالات، وصلاح سعداء بالصعود للنهائي، الكرخ يقصي الزوراء من بطولة الكأس، أزهر فاضل حارس مرمى أفضل حارس مرمى بكأس العرب للصلاة، الشريعة أهدي اللقب للشعب العراقي، الكهرباء يعبر زاخو ويتأهل لنهائي الكأس، دراجات الصناعة يشارك ببطولة الأندية العربية. وفي صحيفة الدستور أيضا نتابع أبرز العناوين: غدا في دورنا نفط ميسان يضيف فريق زاخو بمواجهة الفصل الأخير. وفي بقية العناوين: دراجات الصناعة في بطولة الأندية العربية، واختتام دورة الحكام المستجدين في أربيل،
وأيضا درجال يهنئ منتخب صالات الرجال لحصوله على الوصافة العربية. والزاملي يؤكد الشرطة بحاجة لملعب خاص، والعراق يشارك في بطولة العالم بالسترونج مان. أما الآن مع صحيفة الزمان التي عنونت في صفحتها الرياضية: منتخب الناشئين يودع غرب آسيا بخسارته أمام نظيره اللبناني، وأيضا وطني الصالات وصيف بطولة كأس العرب ودرجال يهنئ. اليد يعسكر في مصر استعدادا للتضامن الإسلامي، والعراق يشارك في بطولة العالم بالسترونج مان. الكهرباء مع الكرخ في نهائي كأس العراق، ونكسة جديدة للزوراء. الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يسمي صالح عضوا في اللجنة الفنية. أما صحيفة المدى فعنونت في صفحتها الرياضية: يكشف عن أوراق مطوية في ذكرى تأسيس نادي الزوراء جلال عبد الرحمن، كنت سببا بإنهاء خدمات جرجيس. وأيضا يقول يوري: وراء توليفة النوارس المرعبة، الإدارة تتجاهل الرموز وانعدام الوفاء يحزنني، ودعوة راضي أغضبت جسام. وفي بقية العناوين: سكران، لم أحضر مؤتمر الجمباز ولا علم لي بهدفه، وقميص جيرمان يكشف عن رحيل نيمار، نادي الكرخ والكهرباء أمام تاريخ استثنائي. ننتقل الآن إلى صحيفة الصباح الجديدة التي عنونت في صفحتها الرياضية: الكرخ يلاقي الكهرباء في نهائي بطولة الكأس، والجولة الأخيرة للدوري الكروي الممتاز تشهد 4 تعادلات، وسفير العراق في عمان يوعز بتسهيل إجراءات سفر منتخبات اللجنة البارالمبية، وزاهر مهدي أفضل حارس مرمى في كأس العرب للصالات، وأحمد إبراهيم ينضم لكرة أربيل، ومحترفان أميركي وكندي يدعمان سلة الشرطة. التايكواندو يطلق نزالات الناشئين والشباب. الوزارة تقيم حفل اختتام مشروع إدماج الشباب المتضرر من النزاع. وفي الصباح الجديد أيضا نتابع أبرز العناوين: أجيال تاريخية، لعنة ألمانية تحرم ميسي من الذهب المونديالي، الفيفا يحدد موعد بيع آخر دفعة من تذاكر كأس العالم، وهارموني تفجر مفاجأة وتقصي سيرينا ويليامز من بطولة ويمبلدون للتنس. الخطوط الجوية القطرية راعيا رسميا لقميص باريس سان جيرمان، وحضور مجاني لجماهير الفراعنة في تصفيات مونديال السلة. الصفاقسي والإفريقي يشاركان في كأس الكونفدرالية، والجمباز الإيطالي يتألق في ألعاب البحر المتوسط، وستروك باق ضمن صفوف ليكرز. أما صحيفة الحقيقة فعنونت في صفحتها الرياضية: الكهرباء والكرخ إلى نهائي الكأس على حساب زاخو والزوراء. وأيضا في بقية العناوين: منتخبنا الوطني لكرة اليد يباشر وحداته التدريبية في معسكر القاهرة، وبظلم تحكيمي منتخب الناشئين يخسر أمام لبنان ويودع بطولة غرب آسيا. مقال اليوم للكاتب حسام حسن عن صحيفة الحقيقة بعنوان: شكرا لأهل الصالات وفتية حسن كمان. نتابع. مشاركات خارجية مثمرة ومتابعات ممتعة عاشتها الجماهير العراقية هذه الأيام، سواء على صعيد كرة الصالات أو كرة الناشئين. وكم كنا نتمنى لو حقق منتخب الرجال كأس العربي لكرة الصالات التي جرت في السعودية، مثلما حقق المنتخب النسوي وبجدارة لقب بطولة غرب آسيا التي جرت في المكان ذاته. لكن الحصول على المركز الثاني بعد المنتخب المغربي القوي المتوج باللقب يعده الآخر إنجازا مميزا لمنتخب الصالات الذي قدم لاعبوه وكادره التدريبي جهودا كبيرة أشاد بها الجميع. ولا يمكن لمنصف أن يمر مرور الكرام على ما حققته حواء الصالات في بطولة غرب آسيا الأخيرة ونيلها كأس البطولة للمرة الأولى في تأريخها. فالفوز هذه المرة جاء مقرونا بأداء كبير ومستويات رائعة،
وأخذت أسماء شوخان وتبارك الرحمن وطيبة ودارين وبقية التشكيلة التي قدمتها المدربة الإيرانية القديرة شاهينا زياري تتردد على مسامع المشاهدين وهي تسجل الأهداف الجميلة وتحقق النتائج التي سرقت بها الأضواء من بقية الفرق المشاركة في البطولة وصولا إلى منصة التتويج. ولم يقتصر الإبداع على نساء ورجال كرة الصالات، بل كان لفتية حسن كمال مشوار مماثل في بطولة غرب آسيا للناشئين التي احتضنتها مدينة العقبة الأردنية، والتي كانوا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المباراة النهائية لولا الخسارة أمام ناشئي لبنان بهدف وحيد في نصف النهائي. وكان من الممكن أن يحقق منتخب الناشئين الأفضل بعد أن قدم لاعبوه عروضا قوية كللوها بالفوز على منتخبات اليمن وعمان والأردن قبل أن يودعوا البطولة أمام أبناء الأرز بعكس ما كنا نتمنى. وننتقل الآن إلى المواقع المحلية في السوشيال ميديا وأخبار عن المنتخب الوطني وأيضا كل ما يخص الدوري العراقي وما حصل من أحداث يوم أمس في الدوري العراقي الممتاز، والبداية ستكون مع موقع وين وين الذي نشر خبرا يقول: نفى مصدر خاص من داخل الاتحاد الأردني لكرة القدم الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام بخصوص نية منتخب العراق الانسحاب من المشاركة في بطولة عمان الدولية. وقال المصدر في حديث خاص لموقع وين وين إن الأمانة العامة للاتحاد الأردني لم تتسلم أي خطاب رسمي من العراق، خاصة أن الجانب العراقي بعث قبل شهرين بخطاب تأكيد على التواجد في بطولة عمان الدولية. وأضاف المصدر أن منتخبي العراق وعمان أكدا المشاركة، فيما يتم البحث عن منتخب الرابع بعد اعتذار المنتخب المصري لمشاركته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2023. أما موقع القناة الرابعة الرياضية فنشر التالي: اتحاد الكرة يحدد نهاية الشهر المقبل موعدا للإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو الاتحاد أحمد الموسوي. أما موقع المحترفين فنشر الخبر التالي: اختيار الظهير العراقي مهند جعاز ضمن تشكيلة الأفضل في الجولة 11 للدوري السويدي الممتاز، حيث شهدت هذه الجولة تألقا من اللاعبين العراقيين الناشطين في الدوري السويدي. وننتقل إلى معرض الكرة العراقية الذي نشر خبرا يقول: خطة لاعب المنتخب العراقي للناشئين يوم أمس أمام لبنان ضمن بطولة غرب آسيا. في صورة توضيحية إلى أن المنتخب مرر 51 تمريرة طولية خلال المباراة، وهو منشور تهكمي وساخر على الخطة التي لعبها المنتخب أمام لبنان. ننتقل الآن إلى موقع نادي الشرطة الذي نشر بيان صادر من إدارة الشرطة: تابعنا باستهجان شهيد ما آلت إليه الأمور بعد مباراة فريقنا بكرة القدم أمام فريق الديوانية وما تعرض إليه فريقنا من استهداف واضح من الجماهير المدفوعة بفعل سياسة التحريض المنبوذة التي انتهجها رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي وتبنيه خطابا يدعو للكراهية ضد نادينا منذ فترة ليست بالقصيرة. إننا إذ نحمل العنكوشي ما حصل من تهديد للسلم الأهلي والأحداث المؤسفة، نطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الحوادث الجمة التي جرت يوم أمس والتي نعدها شروعا بالقتل وتجسيدا حقيقيا للإرهاب الذي يحاسب عليه القانون العراقي، وإن الوثائق الموجودة لدينا والمعروضة أمام الجميع كافية جدا لتحديد المتسبب بالفوضى العارمة التي حدثت في المباراة. أما شبكة الكرة العراقية فنشرت: وزير الداخلية عثمان الغانم يأمر بفتح تحقيق عاجل حول الأحداث التي رافقت مباراة الديوانية والشرطة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري العراقي لكرة القدم.
أما موقع فيفا سبورت فنشر التالي: لجنة الانضباط لشبكة فيفا سبورت سيتم إصدار عقوبات تتناسب مع ما حصل من أحداث في مباراة الديوانية والشرطة حتى وإن هبط نادي الديوانية إلى الدرجة الأولى. أما موقع قناة الرابعة الرياضية فنشر: نادي أمانة بغداد سنلجأ إلى القضاء في حال أصر اتحاد الكرة على هبوط 4 أندية إلى الدرجة الأولى. أما اللاعب الدولي علاء عباس فنشر رسالة توديعية لنادي القوة الجوية وجماهيره يوم أمس، قال فيها: الرحلة انتهت لكن الذكريات الجميلة ستبقى في العقل والقلب خالدة. علاء عباس أكمل حديثه بالقول: موسم عشناه سويا مع القوة الجوية العريق بأفراحه وأحزانه، كانت الأماني أن تستمر فيه النجاحات والألقاب، لكن الواقع كان مغاير وغاب التوفيق لأسباب عديدة. وختم تغريدته أو منشوره بشكر للكادر الطبي والمعالجين وكل من يتواجد في نادي القوة الجوية، وأيضا لجماهير الفريق التي ساندته في هذا الموسم رغم الظروف الصعبة. أيضا الكرخ يستذكر كريم سلمان ويهدي التأهل إلى نهائي الكأس لروحه الطاهرة، حيث استذكر لاعب الكرخ بعد الفوز على الزوراء والتأهل إلى نهائي الكأس العراق مدربهم السابق الراحل عبد الكريم سلمان، وأهدى اللاعبون الفوز والتأهل إلى روحه الطاهرة وفاء منهم للراحل. اللاعبون والملاك التدريبي والإداري استذكروا الراحل بقراءة سورة الفاتحة أثناء عودة الفريق من ملعب الشعب بعد الفوز على الزوراء يوم الثلاثاء والتأهل إلى المباراة النهائية ولقاء الكهرباء في النهائي. صفحة نادي نفط البصرة نشرت منشورا توديعيا للحارس التاريخي للكرة العراقية وعميد اللاعبين الحارس عدي طالب الذي ودع الملاعب في مباراة الفريق الأخيرة، حيث كتبت: شكرا عدي طالب، مرفقة بصور لاحتفال لاعبي فريق نفط البصرة بالحارس عدي طالب في مباراته الاعتزالية. أما معرض كرة السلة العراقية فنشر خبرا يقول: بحسب مصادر خاصة النفط يفاوض اللاعب الأمريكي والت ليمون جونيور لضمه لصفوف الفريق
لتمثيله في منافسات دوري كرة السلة الممتاز الموسم المقبل. إلى الصحافة العربية وفيها ما يخص العراق وعناوين وأخبار أخرى نتابعها، لكن بعد فاصل قصير. بداية جولتنا العربية ستكون مع صحيفة عمان العمانية التي عنونت في صفحتها الرياضية 17 أكتوبر تسمية الدولة المستضيفة لكأس آسيا وتحديد مصير خليجي 25 بالعراق اليوم، وقريات يعتذر وثلاثة أندية تسلم كشوفات لاعبيها، مجمع السعادة يحتضن مباراة السوبر بين السيب والنهضة، لوبيز يعادل رقم فيدرر في بطولات الجراند سلام، فيليب لام يؤكد عدم القلق برحيل ليفاندوفسكي. أما صحيفة الوطن السعودية فعنونت مصير كوزمين، صمت الاتحاديين يثير الشكوك، وأيضا النصر ينتظر صفقة ضخمة، وهوساوي يحمي مرمى ضمك، وفي بقية الأخبار التعاون رابع محطات شاموسكا، وبرونزية دولية للتايكواندو، وصدارة ثلاث جولات أنهت حلم العميد. ننتقل الآن إلى صحيفة القبس الكويتية التي كتبت في عنوانها الرئيس: فاز على القادسية في قبل النهائي، الكويت يواجه النجم البحريني لحسم اللقب الآسيوي، وفي بقية الأخبار السماوي يعسكر في تركيا، الهجري للقبس، السالمية يطمح للاستمرار في المنافسة، سبعة مدربين كبار بلا عمل، الأبيض يجدد عقد الخنيسي، ختام مهرجان الصالات للبنات اليوم، والفحيحيل يضم منساه ويقترب من الظفيري. أما صحيفة الرأي القطرية فعنونت كافاني على رادار السد والنصر، ننتقل الآن إلى صحيفة الإهرام المصرية: ريكاردو سواريز يبدأ اليوم مهمته الرسمية بقيادة تدريبات الأهلي، قمصان يتولى المسؤولية أمام بتروجيت، وأكرم توفيق يقترب من العودة. نهاية جولتنا مع الصحف العربية مع صحيفة الإمارات اليوم التي نشرت: اتحاد الكرة يشيد بالحكم الحسني لإدارته نهائي بطولة العرب لكرة الصالات، حيث أشادت لجنة الحكام برئاسة سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالأداء المتميز الذي قدمه الحكم الإماراتي فهد الحسني خلال إدارته للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات بين منتخبي المغرب والعراق التي أقيمت أول من أمس على ملعب صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية. عالمياً كل الأحاديث عن الميركاتو الصيفي وشائعات انتقال اللاعبين بين الأندية المختلفة سنتابعها بعد فاصل قصير. نبدأ جولتنا العالمية مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت التي قالت: لوكاكو، نقلا تصريح عن لوكاكو، عاطفة قوية جدا، تشانغ وإنزاكي حاسمان في عودته إلى الإنتر.
كريستيانو رونالدو ومستقبل غير واضح، حيث يعني رونالدو ليس سعيدا بنشاط مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، ومستقبل الدون غير واضح في أولد ترافورد بسبب سياسة النادي في التعاقدات. وهذا الحديث نقلا عن الصحفي فابريزيو رومانو. صحيفة بيلد الألمانية قالت إنه يشبه ذلك حقا، هل حقا ليوي في إضراب بعيد عن بايرن ميونخ في حديث عن ليفاندوفسكي الذي يحاول الخروج من النادي البافاري. أما موقع جول فنشر خبرا يقول فيه: صحيفة كونفيدنشال لديها تسريبات صوتية لراموس وهو يتوسل لرئيس الاتحاد الإسباني لمساعدته في الفوز بالكرة الذهبية عام 2019. وقال راموس بحسب الصحيفة: روبي، أنا لم أطلب منك أي شيء أبدا، لكن اليوم أريد مساعدتك بأي طريقة لكي أفوز بها، في إشارة إلى الكرة الذهبية. أعتقد أنني قدمت عاماً مميزاً وسأكون ممتناً لك طوال حياتي. رد روبياليس: مرحبا راموس، لقد قدمت عاماً رائعاً، تهانينا، لكن الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد علي، لكني سأحاول مساعدتك. راموس رد بعدها: أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات هي المفتاح لذلك. إنفانتينو سيكون شخصاً مهماً جداً من أجل ذلك، وأنا معتمد على مساعدتك لي. أما موقع كرة أونلاين فنشر خبراً يقول نقلاً عن دي مارزيو: لينغلي إلى توتنهام رسمياً بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت أن لافونت بلاس سيمون سمح لجزر الكناري بالطيران بعيدا. جولتنا الصحافة الجولة الصحافة العربية والمحلية والعالمية انتهت، نلتقيكم غدا وجولة أخرى وبرامج والصحافة. إلى اللقاء.